لأي واحد بقى ميمته في الحياة. حكاية الليلة غادي تخليه باش أنه يجدد علاقته بها ويحمد الله باللي أنه أعطاه فرصة فين ما زال تيفيق كل صباح وكيقدر يشوفها. حلقة الليلة غادي تجدد جرح لكل من فقد الميمة دياله وربما غادي تنزل لي حتى دمعته. واخ على حلقة اليوم، صاحبتها حكاتها بالبكاء وحسيت بكل كلمة قالتها. ما تمشوا فين وبقوا باش أنكم تعرفوا باللي أنه مولانا ما تيحيد واحد الحاجة حتى كيعطيك حاجة واحدة أخرى، مهما السلبيات ديال حكايتنا الليلة إلا وأنها في الأخير إيجابية كيف العادة. ما تمشوا فين وجدوا ريوسكم باش تدخلوا معنا في الحلقة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه كيف العاده. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار تضر دارك. وشكرا جزيلا على كل واحد تيكتب لي تعليق زوين، راكم عارفيني بلي راني كنجاوبكم، فما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود، ضغط عليه واجي طلع نكمل لك القصه. ودابا غادي نقول لك لنبدا. صاحبة حكايتنا الليلة غادي نختاروا ليها كاسم مستعار ندى. كتقول ندى: انا تزاديت وكبرت في اوروبا مع بابا وماما. ماما كانت عندها 19 20 سنه فاش انا تزاديت عندها، كنت انا الوحيده عندها. كبرت والناس بقاو عليها خاصك تزيدي على بنتك، خاصك تخاويها تجيبي ليها شي اختها ولا اخوها. ماما من بعد 12 سنه من مورايا غادي تولد اختي الصغيره، من موراها رزق ربي بزوج وليدات وحده اخرين. حياتنا كانت هادية جدا بحال اي عائله، وليدات مع الوالدين ديالهم. انا هي الكبيره ما بين خوتي، بيني وما بين اختي 12 سنه، وبيني وبين خويا 14 سنه، وما بين الاخر الصغير كاع 16 سنه. المهم بقينا عايشين عادي ككل اسره حتى 2016. ماما كانت كتشكى من الصدر اليمين ديالها او الثدي اليمين ديالها، وكانت كتحس بشي كره اللي كانت فيه. من بعد ما تزاد خويا الاول مشى دوزات وقالوا ليها بلي انه راه ماشي شي حاجه، صافي ما تسوقاتش حتى هي. تزاد خويا الاخر الصغير وما بقاش قادره باش انها تردعو ديك الجهه، وديك الكره كانت غاديه وكتكبر وغادي تمشي تعاود دوز من جديد. دارت التحاليل والبيوبسي وهادشي كله دارته بلا خباري ولا خبار بابا. وانا كانت في عمري انا داك 16 سنه ما بغاتش تخلعنا، وكانت بغات تاكد وقالت بلي انا راه ما عندها حتى شي حاجه. دارت التحاليل ولقات بلي انه من بعد عندها سرطان الثدي اللي مشى ليها الكبده. من هذاك النهار غادي تبدا واحد الرحله اللي ما كناش عارفين شنو هي. غير تنسمع بالمرض ديال الناس كندعي ليهم. عمرني ما توقعت ولو مره واحده بلي انه انا غادي نتحط في هذاك الوضع مع اعز انسان عندي في الدنيا. حاولنا باش اننا نهزوا لها المعنويات ديالها ونكونوا معها باش انها تبدا الحصص ديال الشيميو باش تعالج، والطبيب ديالها كان عطيها امل بلي انه كاين حظوظ انها تعالج، وبلي في هذا الوقت مرض سرطان الثدي عنده علاج وراه كيداوى. بدينا رحله نتاع العلاج من 2016 حصه مور حصه مور حصه، وكل مره عمر ماما ما خلاتنا اننا نرافقوها للحصص ديالها. ديما كانت كتفضل انها تمشي بوحدها، واخا كان عيو معاها باش اننا نرافقوها، حيت الانسان فاش يجي من بعد الشيميو تيكون مهلوك والشعر سيطيح ليه. المهم مرضت ديالها بصح، ومن مور كل حصه كنت كنشوف ماما غدا وكدبال وداكشي غادي وكيتزاد. كل مره كنسولها امضره شنو قال لك الطبيب، لاباس بنتي كلشي مزيان، راه الطبيب قال لي بلي انه ما بقاش في الكبده ونقصات الحده ديالو. كانت كتعطينا الامل وكانت كتقول الحمد لله، وكنت انا كنقول بدوري الحمد لله. واخا هاد السلبيات نتاع الدواء المهم النتيجه كاينه وغادي تبان قريب ان شاء الله. في 2017 غادي نشد الباك ديالي، فرحت فرحت مامتي وحتى بابا. من بعد تخطبت كانت عندي 21 سنه، عقدنا وعولنا باش اننا نديروا العرس في الصيف نتاع 2018، نهبطوا للمغرب باش اننا نديروا العرس. انا ذاك كنت خدامه، ماما كانت مسكينه كتوجد معايا بفارغ الصبر، وفي نفس الوقت كانت كدير الحصص ديال الشيميو ديالها لانها عمرها ما حبساتهم. ماما عاونتني في كل شيء ووجدت لي الحوايج نتاع عرسي كلهم. كنا شدينا تريتور، شدينا القاعه بحال اي بنت مع ماماها اللي كتوجد ليها في الفرح ديالها. وجدنا كل شيء وكانت فرحانه بلي انا وبنتها الكبيره واخيرا غادي تزوج. كنا كلنا فرحانين وخدينا الموافقه من عند الطبيب ديالها باش انه نشوفوا واش تقدر تمشي معنا للمغرب باش توقف لي على عرسي وتبدل حتى هي الجو. بما انه كانوا باقين مازال عندها الحصص نتاع الشيميو، داك النهار كنت مشيت معاها لعند الطبيب وانا نسولو، وبقات يقول لي راه خصكم تستغلوا
من اللحظات الأخيرة ديالها، شبعي من ماماك وخليها أنها تحضر الحفلة ديالك. أنا ما كنش كنفهم شنو بغا يقصد. تنقول علاش هو تيقول لي بلي أنا وخاصنا نستغلوا هاد اللحظات الأخيرة، وماما كل مرة كتجي من عنده كتقول لي بلي أنا كل شيء مزيان، كل شيء هو هذاك، بحيث أنها قربت تشافها. في ديك الوقت ما ديت ما جبت، قلت الحمد لله الطبيب ديالها راح عطانا الإذن، يعني ماما غادي تحضر معايا. ما نكذبش عليكم، أنا كنت محتاجها بزاف في ديك الوقت بحال أي بنت. شهر 5 تاع 2018 واحد النهار ماما غادي دير الحصه ديالها، رجعت في حالها، كانت عيانه بزاف وغير كترجع عزاكم الله، وكاع السلبيات ديال الشيميو جاوها، خصوصا داك النهار. بالنسبه ليا كان عندي عادي، حيت من مور كل حصه كانوا كيجيوها هاد الاعراض. داك النهار غادي نخليها في الدار، وقلت لها بلي انني غادي نمشي نقضي واحد الغرض في البوسطه ودغيا غادي نرجع. مشيت قضيت الغرض، رجعت لقيت ماما طايحه حدا المرحاضه عزاكم الله، ما كتهضرش ما كتكلمش، كنت بوحدي وخوتي باقيين صغار كانوا في البيت، ما كانوش عارفين اصلا شنو واقع. غادي نهزها من تما لبيتها، وعيطت على بابا اللي كان في الخدمه وقلت ليه بلي انا راه ماما ماشي طبيعيه، راني لقيتها طايحه، المهم راه كتنفس، ولكن فاش تندوي معاها ما بقاش كتعرفني. كتجي واحد الوقيته كتعقل عليا وكتعرفني بلي انني بنتها، واحد الوقيته كتولي كتعيط عليا بالسميه نتاع ماماها اللي ماتت. تما غادي نعرف بلي انا وماما لا راه ماشي عادي، وخاصها تمشي عند الطبيب. غادي نكلموا الاسعافات، جاو داوها، ملي مشينا للسبيطار داروا لها التحاليل تاع الليغام وكاع داكشي اللي خصو يدار. من بعد خرجت عندي الطبيبه وقالت لنا للاسف ما نقدروا نديروا ليها والو. تصدمت كيفاش هذا الكلام، حيت ماما كانت معيشاني في امل غلط نتاع انه كل شيء مزيان، وكنقول بلي انه صافي قربت تعالج، لكن مسكينه كانت كتكذب علينا، كانت خايفه علينا، ما قالتش لنا بلي انه السرطان انتشر ليها في داتها كلها، في الكبده، في القلب، في الدماغ، في العظام، مشى ليها في كل بلاصه في داتها. الطبيبه كتقول لينا غير ما نقدروا نديروا ليها والو. المهم حاولت انني نشوف سبيطار واحد اخر باش نشوف الراي نتاع ناس واحد اخرين، ما عارف شنو كان تيقول لي عقلي انا ذاك في ديك الوقت، ولكن كنت باغا شي امل جديد. كانت هي في المستعجلات من 7 ديال الصباح حتى 7 ديال الليل، ما خلاونيش انني ندخل نشوفها حيتاش كانت في العنايه المشدده، ما كنقدروش ندخلو. خليت حتى كانت واحد الطبيبه غادي تدخل وانا ندخل من موراها، فبقيت كنقلب في دوك البيوت. عاد بانت لي ماما جالسه تما، واحد الوقيته كانت كتضحك غادي نهضر معاها، بقات كتقول لي بنتي بغيت نوصلك على خوتك. زدت نبكي وكانت كتقول لي عافاك ما تبكيش، علما انه في الصباح ما كانش عقلها عندها، كانت مرفوعه. في ديك الوقيته فاش جيت شفتها بدات كتضحك ما على بالهاش وكتوصيني على خوتي. كانت كتهضر داك النهار الاول وما يطلعوها لبيتها الفوق في السبيطار. النهار الثاني مشيت نشوفها لقيتها تحت كوما، ما بقاش كتهضر ولا تاكل ولا تشرب، صافي ما بقاش اصلا كتستجب معانا، وبلي حنا ما بقى عندنا ما نديرو ليها. انا غادي نمشي نطلب باش انني نحولها لاحسن سبيطار تما، ما بغاوش يعطوني ترخيص حيتاش ما كاينلاش غير غادي نتعذب. بقينا جالسين كنتسناو على امل النهار كامل. 9 ماي 2018 كنت دوزت النهار كامل حدا ماما في السبيطار وكنهضر معاها وشاده في يديها. واحد الوقيته قالت لي خالتي سيري شوفي خوتك، خرجي من السبيطار بدلي شي شويه الجو، كلي لك شي حاجه وعاودي رجعي. اقسم لكم بالله كنت خارجه من عند ماما وشي حاجه قويه كانت كتقول لي رجعي جلسي حدا ماماك. ملي انا رجعت ما كملتش 5 دقائق ماما ما بقاتش كتنفس، الروح ديالها طلعت عند الله وماتت. على داك النهار ماتت وما خلاونيش انني نبقى معاها ولو دقيقه، تنطلب ونزاوق عافاكم غير 5 دقائق. تنقول الطبيب لا راه ماما ما ماتتش، وكنت كنقاس لها في قلبها وكنقول ليه بلي راه باقي مازال تيضرب، ما يمكنش تكون ماما ماتت، ما يمكنش تخليني بوحدي. الطبيب غادي يجيب ديك الاله نتاع القلب غادي يبرونشيها وداروها ليها، وراني بلي انه ما كاينينش الدقات ديال القلب باش انني نتيقن. ما عرفتش شنو وقع لي ديك الوقت، ولكن تصدمت. مع 7 وثلث كنت مازال كنعقل، كان خالي وخوالاتي شدوني، ما عرفتش كيفاش شدوني ولا حتى خرجوني من داك السبيطار، ما عرفتش اصلا كيفاش وصلت للدار. وصلت ليها بدات تعمر الناس وكيجيو يعزيو، انا ما كايناش في داك العالم. عرفت بلي انه ماما ماتت، لكن بحال تصدمت ما كنتش نبكي. اللي جات يشوف فيا تيقول لي مالك ما كتبكي، خرجي انا داك الالم اللي عندك. انا ما قادراش وما عارفاش شنو واقع، واش الصدمه كانت قويه اولا منين كانت كتوصلني ماما كتقول لي ما تبكيش ما قدرتش نبكي. المهم كان خاصنا اننا نوجدوا الاجراءات حيتاش ماتت ماما في الخارج وخاصنا ندخلوها للمغرب. القضيه كانت طويله ومعقده
بابا اللي غادي يتكلف بهذا الشيء. النهار ديال الغسيل ديالها طلبت من المراه اللي غادي تكلف بها واش انني نقدر نحضر معاها. قالت لي نفضل انك ما تدخليش حيتاش كانت يسحب ليها بلي انا واذا دخلت غادي نبدا كنبكي ونغوت. قلت لها لا ما غادي نغوت ما غادي نبكي ما غادي ندير والو غير عافاك خليني نحضر معاك. كانت اول مره في حياتي غادي نشوف شي بنادم كيتغسل قدام عيني وماشي اي بنادم كانت ماما. منين دخلت بديت كنشوف فيهم كيفاش تيديروا. طلبت من ديك المراه واش نقدر نعاونها في شي حاجه. غسلت ماما بيدي ولله الحمد عطاني الله واحد الصبر في ديك الوقيته ما فهمتش منين جاني ما بكيتش. غسلتها معاهم وكفنتها معاهم وجات الاسعافات غادي تديها للمطار. كنت خليت خوتي مع مرت خالي وقطعت انا وخالتي باش انا نمشيو للمغرب. وصلت ماما تدفنات الناس ديالها كيعزيو وكيمشيو. كملنا الاجراءات نتاع العزاء. من بعد ما دازت 3 ايام عليه بديت نقول كل واحد في خوتي بلي انا وماما راه مشات عند الله وما غاديش نبقاو نقدروا نشوفوها. خويا الصغير كاع ما فهم والو اللي كبر منه بكا وما قال والو. اختي كانت ديك الوقت كتفهم واحد شويه حيت كانت كبيره عليهم فهمات وبقات كتبكي. وقلت لها بلي انا راه معاك وعمرني ما غادي نخليك. من بعد هذه المهمه كان خاصنا نرجعوا فحالنا. رجعت وهنا فين غادي تبدا حكايتي. طاحت على راسي واحد المسؤوليه كبيره وبزاف عليا. في التالي ديال شهر 5 لقيت راسي بوحدي في الدار بلا ماما بلا حتى شي واحد. عندي خوتي صغار بزاف. فاش مات ماما كان خويا الصغير عنده 3 سنين اللي كبر منه عنده 5 سنين واختي عندها 9 سنين. غادي نحاول انني نفهمهم غير بالعقل شنو واقع. ولغيت كل ما تيخص احتفالي وزواجي. الحمد لله ربي كان رزقني بواحد الراجل اللي ماشي عوضني على ماما ولكن الحمد لله انه كان في جنبي ديك الوقت وما تخلاش عليا واي حاجه كنت كنبغي نديرها كان كيوقف معايا فيها. بقيت هكاك الناس في العزاء راه معاك فاش يفوت كل واحد كيديها في راسو في حياته. خوالاتك تيقولوا لك حنا راه بحال ماماك ولكن راه حتى شي حد ما كيعوض امك واخا ما عرف شنو يديروا. من مورا الموت ديال ماما تيبانوا الناس على حقيقتهم والطبيعه ديالهم. هذيك الوقت كنت طالعه في 23 سنه كنت عاقده اصلا مع راجلي فقلت غادي نروح معاه. قال لي بابا صبري حتى العام الجاي وندير لك واحد العرس كيف ما كنتي باغا. قلت ليه لا يا بابا واخا نصبر حتى 10 سنين ولا حتى 20 سنه الفرحه ديال العرس ما بقاش ليها معنى منين ماما مشات. ما بغاش يصيفطني لدار راجلي بلا عرس بلا والو. غادي ندير واحد النهار اللي فيه صدقه والحنه. مشيت لدار راجلي حيت والديه في المغرب وهو كان في المغرب. مشيت لوقت نتاع الصيف وتما المشاعر كلهم تخلطوا عليا. عروسه جديده دار جديده ناس جداد مازال الكيه ديال ماما في قلبي. الحمد لله انني طحت في ناس من اطيب الخلق اللي وقفوا معايا وحماتي في الصراحه كانت بمثابه ماما واي حاجه ما بغيتهاش ما كانتش كديرها واللي بغيتها كانت كديرها كانت كتواسيني. كمل شهر 7 و8 وشهر 9 وهنا خاصني ندخل. كنت دفعت الفيزا لراجلي باش انه يجي معايا. ملي جينا كان خاصني نلقى حل لخوتي الصغار والبابا ولا راجلي. اضطرينا نسكنوا مع بابا في نفس الدار علما انه البارتمات هنا كانوا صغار يعني ما كيناش الخصوصيه ديالك وخوتي صغار ما نقدرش نخليهم ونمشي نسكن في شي بلاصه بعيده عليهم. راجلي الحمد لله قبل اننا نسكنوا مع بابا وخوتي ما لقيت معاه صراحه حتى شي مشكل. كان ولد الناس عاونني وساندني وكان معايا في هذه المحنه. جلسنا مع بابا انا وراجلي وخوتي وكان خاصني انني نقابل 3 تاع الدراري صغار وزوج رجال في الدار بابا وراجلي. وبطبيعه الحال حبست الخدمه راجلي بقى كيخدم وبابا كذلك. غادي نهز المسؤوليه نتاع ماما نتاع الدار كاملها نتاع خوتي. ما كنتش كنعرف لا نطيب ولا نجمع الدار ما كنتش كنعرف ندير حتى شي حاجه. ماما الله يرحمها كانت واقفه على كل شيء برجليها. كنجينا من الخدمه تنجلس تناكل قليل اذا غسلت لها شي معينات. هزيت مسؤوليه نتاع 3 ديال الدراري باقيين صغار. فاش نقول مسؤوليه تنقول هزيت نتاع الام ونتاع الاب حيت حتى هو كان تصدم ولا ما عرف شنو وقع ليه. انا ذاك كان كيفيق الصباح كيخرج للقهوه كيمشي للخدمه كيرجع يتغدى ينعس ويخرج للقهوه ويجي ينعس. ما كانش كيسول في ولادو ولا يسهر معاهم اذا مرضوا. كان خاصني انا نهز المسؤوليه ديالهم بين الطبيب والرياضات ديالهم والمدارس ديالهم وانا اللي خاصني نواسيهم حيت عاد فقدوا امهم وما كانش خاصني نبين الحزن ولا الالم ديالي. ما كانش خاصني نبين لخوتي بلي انا وشي حاجه تبدلات وخصني نحسسهم بلي انه واخا ماما ماتت انا راني معاكم. المهم بقيت هكا كل مره ما كنبينش تنبقى كنبكي غير بالليل حيت توحشتها بزاف. وعاد عرفت بقيمه الام في الدار وبالقيمه نتاعها في حياتنا وشنو كانت هزه علينا. لقيت مشكل مع بابا الراجل تيقولوا بلي انه ما تيصبرش وبلي انه خاصو يتزوج.
الناس بقاو كيلعبوا لي في دماغو، خاصك تزوج، جيب شي وحده انها تقابل لك ولادك، خاصك هادي وهادي. واحد النهار غادي يفتحني في الموضوع، وانا اصلا راجلي من قبل كان كيفتحني في هذا الموضوع تيقول لي بلي انا باك واحد النهار غادي يبغي يتزوج، وبدا تيدخلها لي نوعا ما في دماغي. ما كنتش بغا حتى شي وحده اصلا انها تجي بلاصه ماما، وهو كان تيقول لي بلي انه خاص شي وحده تجي باش تقابل خوتك الصغار، وانا ندير حياتي ونكمل زواجي عليا انا. ما دخلش لي هاد الفكره لراسي وما بغيتش، كنت نسمعو تيدوي معاها شحال من مرا وبنت بحال ما ماما عمرها ما كانت في حياته. صبرت عليها بزاف ديال الحوايج وهزيت المسؤوليه ديالو. طبيعه الحال هو كان تيخلص عليهم، ولكن انا اللي كنت هزه اكثر منه، انا اللي بديت كنربي ونسيت راسي ديك الوقت. وكنت كنشوف الشباب عاد تزوجوا وداخلين وخارجين، صحاباتي عايشين حياتهم مع رجالاتهم وكل وحده دايره دارها، وانا يا ربي تسمح لي كنقول علاش انا تكتب عليا هذا المكتوب. شحال من مره كنقول لو كان ما تزادوش، حيت هما اللي شاديني في دوك الدار، وتنعل الشيطان حيت كان كيلعب ليا في دماغي انا راه خوتي هما الدنيا وما فيها. كانوا صغار بزاف وما عليهم حتى شي ذنب، وكانوا حتى هما تيحسوا بالفرق وبلي انه ماما ما بقاتش. واخا كنت كندير اي حاجه، ولكن الحمد لله على كل حال بقينا غاديين بحال هكاك 5 سنين وانا مع خوتي، 5 سنين وانا تنربي فيهم، 5 سنين وانا هزه كل شيء على ظهري بلا ما نهضر على خوالاتي ولا خوالي. ما كانش شي حد فيهم كيقول لي نهزوا عليك المسؤوليه ولو شويه، ولا صفتهم لينا نشدوهم سيري خرجي شمي الهواء. ملي تزوجت دوزت عام انا وراجلي، واخا كنت مقابله خوتي كنت باغا نولد، وكان هذا هو الحلم ديالي، كنت باغا نكون ام. ما عرفش صراحه واش باش نعاود نسمع كلمه ماما ولا نحس بلي انا ام، ما عرفش، ولكن كنت باغي يتزاد عندي وليد ولا بنيته. داز عام ما كان والو، مشينا عند الطبيب دوزنا، من بعد قالت لي الطبيبه عندي تكيس المبايض، وبلي انا اذا بغيت نحمل خصني نشرب واحد الدواء. تبعتو العام الاول العام الثاني، حتى لواحد النهار لقيت راسي حامله، فرحت وقلت الحمد لله ربي غادي يعوضني، ربي جازاني بهذا البيبي اللي في كرشي. وكانت الفرحه ديالي انا وراجلي ما بحالها فرحه، لكن شهر من مورا داكشي فقدت هذا البيبي وما عرفناش علاش. عاودت حملت المره الثانيه وفقدته، المره الثالثه وفقدته، المره الرابعه وفقدته. كل مره كنت كنفقد شي جنين كنت كنتفكر الموت نتاع ماما، او بالاحرى كيتجدد عليا الحزن ديال ماما من 2018 ل 2022. ومولانا تيجربني، تيجرب الصبر ديالي. كل مره تنهز راسي وكنقول الحمد لله وندعي ونصلي ونستغفر الله على الفراق ديال ماما اللي مازال ما راني مستوعباه، للفقدان ديالي على ربعان تاع البيبيز. وطبيعه الحال وسط هادشي كله الناس كيهضروا وكيقولوا 5 سنين تاع الزواج ومازال ما كاين والو، ما عارفينش بلي انني راني مقابله خوتي والمسؤوليه والضغط اللي عليا. كنت عارفه اني ما غنتوفقش في الحمل حيت كنت مضغوطه نفسيا. غادي ندير انا وراجلي واحد البيلون باش نعرفوا علاش كنفقدوا هذا الجنين. راجلي اللي ديما كنلقى حدايا واقف معايا وديما كيطلع ليا المورال وكيشحنني بالايجابيه رغم قساوه الظروف، وديما تيقول لي بلي انا وربي غادي يجي واحد النهار يفرحنا. الحمد لله من مورا هذاك البيلون كان كل شيء عندنا مزيان. ديك المده فاش كنت حملت كنت كنفقد فيها الجنين ديالي، كنت تنضرب الليباري وكناخذ هرمونات، والجسم ديالي كانت كيتنفخ وكانوا سلبيات عليا. هادشي كله كنت صبر عليه غير باش نحمل. تخيلوا بعض المرات كنت كنضرب من 15 ل 20 ابره في كل 20 يوم، وفي الاخر كتجي كتقول لي الطبيبه راه ما كاين والو وكيتضرب ليا كلشي في الزيرو. كنجي وكنبكي وكنعاود نوض ونحارب ونجرب، حتى مؤخرا قررت انا وراجلي من بعد ما وقعوا بزاف ديال المشاكل مع بابا واخرى بابا، قررنا باش اننا ناخذ واحد البارتما حداهم ونسكنوا حداهم. المهم سكنوا قرب منهم، وليت كنمشي كل صباح قبل ما يفيقوا مع 6:30 ونخرج من الدار باش مع 7 نكون عندهم نفيقهم ونوجد لهم ماكلتهم ونصيفطهم للمدرسه. كنت كنجمع لهم الدار، نقاد لهم الغداء وشنو خصهم، ونعاود نرجع لداري ونوجد انا شنو خصني. كنعاود نرجع لعندهم، كيجيو للدار كنديهم للرياضات ديالهم اولا داكشي اللي كان عندهم، ونعاود نوصلهم للدار ونجلس معاهم حتى يجي بابا ونرجع لشغالي في داري. السيمانه كدوز عندي كنكون فيها مهلوكه مفضيه وميته بالعيا. المهم الحمد لله كل واحد ولا في دارو، واخا عييت بداك المشي والمجي على الاقل راجلي راه في دارو وتيحس براسو مستقر، ماشي بحال كيف كنا مع بابا في الاول. بابا تزوج ومرته مازال في المغرب، والملف ديالها ترفض هنا على حساب انه فارق السن شاسع ما بيناتهم بزاف. هي عندها 30 سنه وبابا عنده 50 سنه. حاليا دفعنا للمحكمه، كنتمنى من الله انه يجاوبونا ويقبلوه باش انها تجي تهز عليا على الاقل المسؤوليه تاع الدار. اما خوتي الحمد لله كيكبروا، اختي دارت 15 سنه العام الجاي غادي تدخل الثانوي، خويا عنده اول عام في الكوليج، وخويا الصغيره في الابتدائي، غادي تيكبروا بشويه بشويه، وانا الحمد لله قدرت انني نربيهم، واي واحد كيشوفهم تيقولوا انا عم التربيه. مره تيحسوا بالنقص ديال ماما ولكن تيلقاوني معاهم
وكنتمنى من الله انه يعاونني ويرزقني الصبر باش نوصلهم لبلايصهم اللي هما باغيين، ويعطيني القوه والصبر باش انني نكون معاهم. انا اليوم الحمد لله في داري، شهر 10 من هاد السنه لقيت راسي بلي انني حامله، وما نقولش لكم الخلعه والفرحه اللي كانوا مخلطين عليا، حيت قدرت نحمل واخيرا بطريقه اللي هي طبيعيه بلا شوكات ولا دويات. الفرحه اللي شدتني داك النهار ما تصوروهاش، ولكن التوتر اللي كنعيش خفت لي وقع ليا نفس المشكل ونفقد الجنين ديالي. لكن في شهري الثالث قدرت نسمع الدقات نتاع البيبي ديالي، حمدت الله وشكرته على هذه النعمه. الحمد لله انه ربي من بعد هذه المعاناه كلها تجازيني بالخير، وبلي الحلم ديالي كيتحقق وغادي نولي ام ان شاء الله. وكنبكيو على ماما في كل عيد، ومحتاجه ماما، وعارفه بلي انه الموت ديالها عمره ما يتنسى ليا، وبلي انه اي واحد فقد ميمته راه واخا دوز عليها 10 سنين كتبقى الحرقه نتاع الموت ديالها بحال شي مرض كياكل فيك. الحمد لله انا اليوم داخله في 7 شهور من حمالتي، كنتمنى الله من انكم تدعيو معايا. حكيت لكم حكايتي حيتاش محتاجه حاجه وحده منكم، الدعوات ديالكم في الغيب بشده باش ربي يكمل عليا بالخير ونشوف العوينات نتاع البيبي ديالي على خير. ورغم حمالتي والخطوره ديالها باقي كنمشي لعند خوتي كل نهار، وكنطلع في الدروج وانا كلي خوف لا توقع شي حاجه، ولكن تنقول مهما هادشي لا ما خصنيش نفوت خوتي انا مهم. خوتي مره جالسين عندي مره جالسين عند بابا، هذا رمضان تجمعنا كاملين باش نفطروا مجموعين، وما مخليهمش لا هما لا بابا بيد ما تجي مرتو وتهز عليا المسؤوليه نتاع الدار. الحمد لله حالتي النفسيه كتحسن، وماما ديما في بالي. بغيتكم عافاكم تهديو هاد الدعوات ديال الرحمه وتدعيو معايا باش انا ربي يكمل عليا. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايتنا. دا كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، كنتمنى انكم ما تبخلوش عليها في الدعوات. صراحه قصه جد مؤثره، اثرت عليا وانا كنكتبها، واثرت عليا حتى وانا كنسجلها معكم، ويمكن غادي تكونوا شفتوا هادشي. اللي توفات ليه الام ديالو الله يرحمها، اللي باقا ليه في الحياه يستفد منها ويدير اي حاجه على قبلها، والله يطول ليها في العمر. دمتم في رعايه الله، وحفظ. نتلاقاو بعد غدا. سلام سلام.